أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم أخذت البداية العشر ثواني الأولى من أخي وصديقي جان برو لأقدم هذا البرنامج، لأني في نفسي ولو مرة واحدة أعملها زي الطريقة اللي هو يعملها. شكرا جان. العفو العفو حبيبي. أحمد، شو رأيك بتقديمه؟ تقديمه ما مش بطاله، يعني هو بيحاول، بس طبعا الاصل والاساس يعني ايوه حد شرف يقلدك طبعا. تسلم يا طيب، بس مو لهالدرجه يعني، هي كلمتين نرددهم يعني، ما هي شغله كثير عظيمه. طيب، نحن حلقتنا اليوم اصدقائي مثل ما بتعرفوا مع الاخ احمد دنانة، وفي مواضيع بده يطرحها هو عن المسلمين، والموضوع الاساسي اللي بده يحكي فيه هو رد على جريدة الشرقية، أظن الشرقية الآن، بتاعت الزقازيق، بتاعت الزقازيق دي. أنت زقازوقي. طيب أحمد، أحكينا شو قصة المقالة هاي وشو بدك تقول؟ والله ما فيش، هو أنا لما جيت أعلنت عن إلحادي، أهالي المدينة اللي أنا منها، مدينة الزقازيق، استاءوا جدا من موضوع الالحاد ده. فمنهم اللي بقى كان يشتم، ومنهم اللي يتوعد، ومنهم اللي يقول هقتلك، ومنهم اللي يقول هعملك، ومنهم اللي هحبسك. فبقيت ان انا ايه، اعمل بلوك على الفيسبوك، ويعني اجيت ريد اوف هم يعني. وفضل عندهم الموضوع مضايقهم جدا يعني، مش عارف مضايقهم ليه يعني. وبعدين ابتديت بقى ايه، يعني ان انا اتكلم عن الالحاد واعبر عن افكاري، وابتديت ان انا ابقى يعني نشط معاكم في الفيديوهات اللي بنعملها والحلقات اللي بنعملها. شافوا هم الحلقات دي بقى، شافوني وانا معاك، وشافوني مع اسماعيل، وشافوني مع سال، ابتديت ان هم الغضب يزيد اكتر. وبصيت لقيت بقى راحوا عاملين في مقال في الشرقية الان، كاتبين قال لك شرقاوي وهاجر لامريكا، مع ان انا مهاجر من 22 سنه يعني، انا عشت في امريكا اكتر ما عشت في مصر. ف شرقاوي وهاجر لامريكا ويعلن الحاد عبر الانترنت. وبعدين يا ريتهم بيتكلموا عن ظاهره الالحاد، بما انها ظاهره جديده في مصر. لا، ده هم تطرقوا لحاجات شخصيه يعني. بصيت جايبين صور، حاطين واخدين صوره مراتي من على الفيسبوك وهي بتحلف القسم اليمين للجنسيه، وبيقول لك ايه وبعد ان الحد حصلت زوجته على الجنسيه، كان الالحاد هو سبب لامريكا انها تدي امريكا مراته الجنسيه. يعني متخلفين عقولهم، مش متناوب، بخبث. بخبث يعني كانه امريكا تحث المسلمين على الالحاد وتعطيهم الجنسيه، كان ايوه عايزين يقولوا ان امريكا يعني اللي بيلحد بتدي له جنسيه يعني. يعني الموضوع ملوش علاقه، مراتي لسه مسلمه على فكره، يعني مراتي من اوزبكستان، بلد مسلمه ولسه تعتنق الاسلام زوجتي. بالضبط احمد، يعني اذا بتتذكر هاي جريده الاسلام توداي، الاسلام اليوم، يعني بعده مواقع حاطه، لانه انا عايش ببريطانيا، وطبعا هذا لا لي علاقه بالبريطانيين ولا لي علاقه باي شيء، فكتبوها حمله اجهريه، حمله بريطانيه تستهدف تهدد المسلمين في دينهم. يعني تصور على السذاجة اللي وصلوا له دول جماعتنا للأسف الشديد. لا، وغيرك بقى، والتهديدات بقى والوعودات واللي هنعمل. يعني انتوا بتدوا لنفسكم الحق في انه يقول لك احنا اهدرنا دمك. طب انا كمان اهدر دمك يعني ايه؟ يعني انت يعني انا مش فاهم يعني، فاهمني يعني، انت بأي حق يعني تتكلم معايا كده يعني؟ يعني انت عايز تنال مني، طب وانا كمان عايز انال منك. ما هي بقى كده بقى، هو انت فاكر ان انت عايز تنال مني وانا هسكت، او هسيبك تنال مني؟ لا بالضبط. وهن شوية جبناء يعني، على فكرة يعني، هن لولا طريقة الغدر اللي بارعين فيها ما يصلحوا لشيء، جبناء بكل معنى الكلمة. جبناء. وبعدين يعني انت مدي لنفسك الحق ده ازاي؟ بناء على ايه انت مدي نفسك الحق ده؟ يعني مين اعطاك هذا الحق يعني؟ انت مين انت؟ قسم بن عبد الله. يعني انت مين انت؟ معك توكيل من الاله بتاعك؟ انا لا اؤمن بالاله بتاعك اساسا، لانه ليس له وجود، اله وهمي. وهذه الخرافات اللي انت تؤمن بها. طيب بالك. طيب احمد، انت قلت بدي احكي عن الثقافه المريضه، سميت الثقافه المريضه، الثقافه الاسلاميه ثقافه مريضه. يا ريت تفصل لنا بهالثقافه المريضه، شو بتعني بكلمه ثقافه مريضه؟ تفضل.
ما هي ثقافة مريضة لأنها بتحتكر الحقيقة لنفسها. هو شايف نفسه، هو شايف نفسه أفضل من الجميع، يعني هو شايف نفسه هو على حق والجميع على باطل، وبما أنه هو على حق والباقي الناس على باطل، يبقى هو معاه الحق إن هو يحاسبهم ويحاكمهم ويقتلهم، واخد بال حضرتك؟ دي مشكلة كبيرة جدا. في كام ديانة سلف على وجه الأرض؟ في كام دي؟ هل 1000 وحاجة؟ 4000 نو 4300 ديانة. 4300 ديانة، أنت واحد من 4300 ديانة، إشمعنى أنت اللي صح يعني؟ مش بس واحد، أخبث واحد فيهم. وبعدين وبالخبث وبالعنف وبالبتاع. لو أنت لو أنت لو أنت إحنا ما عندناش مشكلة، بس ما ابعد عننا عرفك يعني، ما تقرفناش في عيشتنا. يعني مارس هذه الديانة مع نفسك. ما تجيش تفرضها عليا، قوانين هذه الديانه اللعينه عليا، انا ماليش دعوه بيها، انا لا اؤمن بها. حل عني يعني زي ما بيقولوا يعني، اطلع من نافوخي. انما انت شاغل نفسك بيا ليه؟ عشان انا ناجح وانت فاشل؟ ما هو ده غيظك برضه. ما هم هم يفتقروا للكثير من الاشياء. يعني لا هم متعلمين ولا هم عارفين يجيبوا قوت يومهم. فشل فشل في كل شيء، كل شيء هم فيه فاشلين بسبب هذه العقيده التي يعتقدون بها. فلما يشوفك انت مختلف عنه وبترفض هذا الدين وناجح، فبيتجنن بقى، بيتغاظ. يدعون هؤلاء الكلاب، انا مش عايز اصفهم بالكلاب لان الكلاب افضل منهم بكثير يعني. هيزل تروح تزعل. هيزل تزعل على فكره، لان هيزل وفيه ومخلصه جدا. هم مش كده، هم يعني شيء حقير يعني. هؤلاء الانجاس، هؤلاء الانجاس بامانه كاتبين في المقال في الجريده، انا بسميها الصحافه الصفراء، هي جريده عقيمه، جريده فاشله مش بروفيشنال يعني. قال ايه؟ وظهر احمد دنانه بزجاجه كبيره في يده اليسرى وبسيجار في يده اليمنى. تلاقيه متغاظ. واخد بالك؟ ايه ماذا علاقه السيجار والبيره بظاهره الالحاد؟ يعني انت يا جان قول لي، رد عليا، انا مش فاهم. يمكن انا فهمت. هو اكيد ما علاقة البيرة بالإلحاد؟ أمريكا صانعة البيرة خصوصية مشان الناس تلحد يعني. أول ما ينط بالمطار يقول اتفضل البيرة مشان تلحد. ده حاجة غريبة يعني، يقول وظهر ببيرة وظهر بسيجار. طب وماله السيجار؟ إيه المشكلة يعني؟ هو أنت طالع تتكلم في الجريدة بتاعتك على ظاهرة الإلحاد إن هي ظاهرة جديدة وغريبة في مصر، ولا طالع تتكلم عن واحد بيشرب بيره وبيشرب سيجار ومراته خدت الجنسيه؟ هو لازم يلتزموا يعني. ايه الهبل ده؟ هبل، ده مجانين. نو نو، لازم يلتزموا يعني. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال يا ايها المؤمنون حلوا عن مؤخرات الذين حلوا عنه صحيح يعني لاحقين على البيره، لاحقين على السيجار، لاحقين. هو قال يا أيها الذين آمنوا حلوا عن الذين كفروا. أنت قلتها مرة في حلقة سابقة. طيب بدك أقولها كمان؟ يلا يلا. يا أيها الذين آمنوا حلوا عن سم. ما تطلع. طيب يا أيها الذين آمنوا حلوا عن طيزنا بقى. لو مش كده وبس، ده بيدعوا هؤلاء الوريفر، انا مش عايز يعني، بيدعوا ان احنا بنتقاضى اجر عن هذه الفيديوهات وهذه الافكار اللي بنطرحها على مواقع التواصل الاجتماعي يعني. من ناحيتي انا اقبض كل شهر 10000 دولار امريكي. انا اخذ 9. الحيطان ينطحها. انا اخذ 9. يعني تخيل انت شعورك لما تبقى بتعمل حاجه متطوع تعملها بدافع الانسانيه وبدافع التنوير وبدافع ان انت تشجع غيرك اللي شاكك في الموضوع وتشجعه ان هو يقرا ويعرف الحقيقه، وبتعملها من دافع انسانيتك مش اكتر، لا تتقابل اي شيء. مشانهم هم صحيح، عشان مبسوطين، عشان اشوف بلدي عايشه في سلام، ما فيهاش ارهاب، ما فيهاش اجرام، فيها مدنيه، فيها حضاره، فيها حريه، بلدي بحبها اللي اتولدت فيها يعني. بالعكس انا دافع انسانيتي ووطنيتي، تقوم تتهمني ان انا بتقاضى اجر؟ يا اخي انا مش عايز اتف على، انا بس عشان الراجل قاعد قدامي يعني. قمه بالعكس، هو يعني المفروض تشكرونا انه نقضي ساعات بلا ثمن يعني.
بس تعوا اسمعوا يا يا, يا 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 ما بعرف شو اسميهم صراحه، انا ما بدي ادخل بالتسامي. طيب يا سال، شو رايك بالثقافه المريضه اللي حكى عنها الاخ احمد؟ والله ما احنا عارفينها يا جان، اللي يعني خاف واحد يحكي انه حكى والله هنا. بالحقيقه احنا متعلمين يعني على هي ثقافه الغدر، ثقافه الخيانه، الجبن. وفي كاريكاتير كان منشور قبل اشهر وعادوا نشره قبل اسابيع، الجندي الشرق اوسطي والجندي المسلم يتخبى خلف عائلته ويقاتل. كان هناك الجندي الاسرائيلي والجندي الغربي واقف قدام عائلته ويحميها. هاي واحده تعني الكثير، هذا الرسم يعني الكثير. بس على قصه احمد، شوف الخبث والجبن، يعني الرجل اعلن عن الحاله، سو وات، اتس نوت يور بزنس. دخلوا طبعا ذكروا حتى اسم مدينته، يعني اعتقد هي دعوه للاخرين، للمؤمنين الاخرين المقرفين، دعوه تحريض، يعني تحريض على الوصول الى احمد. ذكروا مدينته وزوجته والجنسيه، وخل يعني ربطوها بالحصول على الجنسيه الامريكيه. بس قسوه احنا نعرف حبيبي، يعني هذه صفات المسلم بكل وضوح. يعني انا لا، والسبب كثير احترمك بشده لسبب، لانك جريء تذكر الحقيقه يا جان. مع المسلم لا تستحي ولا لا تخجل ولا، يعني you must say the truth، يعني قل الحقيقه. اخلاق، هذا اخلاق المسلم، الغدر وعنده يعني الولاء والبراء، عندهم هاي، عندهم الديسبشن التقيه. يعني امراض محمد النفسيه والجنسيه والعقليه والبدنيه كلها خلفها الى امته. والدليل على ذلك مش ايفن حتى لما تكون مسلم معاهم انت معرض للقتل. الطوائف ال 73 طائفه هم يعني يدبحوا بعض مثل ما شفناه، يعني على مر التاريخ كلنا عارفين. من النبي الى تقريبا معظمهم لم يموتوا موتا طبيعيا، كله قتل والسحل، نبش القبور، قطع الرؤوس، صارت الرؤوس العابره للقارات، الخليفه فلان يقطع راس الخليفه السابق ويبعثه للخليفه القادم وهكذا. هو هذا الاسلام. يعني مين بده يدافع عن المسلمين؟ يعني شوفوا بلادكم المصريين، يعني هم اهل احمد نفسهم. من 6000 سنه في الفراعنه تركوا لكم اثار ملموسه، بامكانكم يعني تذهبون الان وتلمسوها. محمد لا يوجد له اي اثر فعلي ولا علمي ولا ما في، كله بخرافات ومجموعه قمامه حطوها في كتاب، وهذا كتاب الله. وحتى ولا اثر اخلاقي، يعني ما في شيء. بالعكس، الاثار الاخلاقيه هي الاخلاق السلبيه عند الانسان، يعني وهذا اللي عم نشوفه عند المسلمين، يعني ما في غير هالاخلاق التعيسه للاسف الشديد. طيب احمد، خلينا نشوف نرجسيه المسلم او نرجسيه الاسلام او نبي الاسلام اله الاسلام. كل هالنرجسيه هي الموجوده في ذاتهم، مفكرين حالهم يعني هن قمه العالم، وتجي للحقيقه هن لا شيء، يعني لا شيء على الخريطه العالميه نهائيا. هو مرض النرجسيه ده واخدينه هم من محمد نفسه. محمد كان كده، يعني في سيرته، في السيره النبويه بتاعته دي كانت طباعه ودي كانت تصرفاته، احساسه وشعوره بان هو افضل من الجميع. ماذا فعل محمد باليهود في المدينه؟ ماذا فعل محمد باهل مكه بعد فتح مكه؟ قتل، وادى نفسه الحق بالقتل وسفك الدماء. هم نفس الشيء، هم نفس الفكر، نفس المرض. هو شايف، هم شايفين نفسهم ان هم افضل من الجميع، هم افضل مني ومنك ومن سال. طيب ايه مقياس الفضيله عندكم؟ يعني ما مقياس الفضيله؟ الايمان بهذا الاله اللي انا ما شفتوش وما سمعتوش، انتم تدعون فقط انه موجود. مقياس الفضيله من وجهه نظري انا هي الاخلاق، هي احترام الغير، هي حب جاري وحب زميلي في العمل. ده مقياس الاخلاق من وجهه نظري، هو فعل الخير، مساعده المحتاج مساعده،
ده دي الفضيله، انما مش الفضيله مجرد ايمانك بمحمد ورب محمد انت كده بتحسن مني. لا لا لا، انت مش احسن مني. انت لو انت احسن مني ما كانش يبقى ده حالك وده حالي النهارده. الدليل ان انا احسن منك ان انا فوق في اخر الدنيا في السماء وانت في القاع تحت تعاني من الامراض وتعاني من فشل التعليم، فاشل، والصحه فاشله، وكل شيء فاشل عندك، مواصلات فاشله، كل شيء فاشل عندك، اقتصاد فاشل، اقتصاد فاشل، كل شيء رايح في داهيه، وما زلت تعتقد ان انت افضل مني. لا انت مش افضل مني، افضل مني بأمارة ايه؟ ومين اللي اداك الحق ان انت تحاسبني؟ تحاسبني بتاع انت مين انت؟ انت مالكش الحق انك تحاسب حد. عقدتك دي لنفسك مش علينا. طيب سأل انا بدي اسالك برايك، يعني هلا يعني عامل مشترك بين كل الدول الاسلاميه، جيت من المغرب لعلى باكستان لافغانستان، يعني كل هالدول هي ما عدا الدول اللي فيها حروب، يعني الحروب الطاحنه هي، هالتخلف هذا، يعني مثلا دوله مثل المغرب ودوله مثل اسبانيا انسحب منها الاسلام من 500 سنه، يعني تصور يعني 800 سنه زائد فوق 500 سنه، يعني ما مشكله 500 سنه، اقل من 800 سنه بكثير. يعني لو باقي الاسلام باسبانيا برايك شو كان حال اسبانيا؟ يعني شايفين نحن المغرب واسبانيا جنب بعض، كان اصبحت افغانستان اسبانيستان. اكزاكتلي كان اصبحت اسبانيستان. بس شكرا على السؤال. ارجع باك يعني ارجع للوراء وروح لمحمد. هو قريش اللي قتلهم محمد، واللي قتلوا اهل محمد، واللي اهل محمد قتلوا مين؟ هم عشيره واحده، هم يعني مدينه واحده، قبيله واحده. انا اعتقد برايي كانوا من ارض الناس اللي اول شيء معظمهم ما امنوش به، ونحن كنا نعرف ابو لهب، وحتى بنت محمد نفسها ما امنتش به ودفنت بطريقه مسيحيه عن هذا الامر. وانا عندي نظريه اخرى على محمد، يعني من اسمه معمد، نتعمد ان هذا الشاب المعدوم الفقير اللي كان متسكع تعمد حتى يتزوج هذه الامراه المسيحيه الغنيه كبيرة بالسن، وعمدوا وسموه معمد ومشى الاسم. هاي نظرية أخرى، بس القصد على الحروب، وهو المثال عم ينعاد يا سيد جان. يعني محمد حارب أهله، أولاد عمومته، أولاد خواله، وبعدين أهل البيت اللي هم ما يسمون أهل البيت، أهل بيت محمد مين قتلهم؟ هم أهل محمد نفسه. يعني هي العشيرة هذه، يعني عشيرة مختصة بقتل بعضهم وبقتل الآخرين. للأسف كثير من الضحايا آمنوا بهذا الفكر اللي أتوا به، يعني للأسف الشديد. يعني أنا أقرأ القرآن صراحة، ويعني مش مصدق، العالم كلها مصدق بهذا، يعني التعليمات القبيحة الموجودة به وكمية الهراء والقوام الموجودة فيه. وبالضبط يعني مثالك واضح جدا، هو اللي فرق بين إسبانيا والمغرب بالمناسبة، يعني كويسة قياسا بالعالم الإسلامي، صح ولا لا؟ قياسا بأفغانستان وباكستان والعراق وسوريا الآن وليبيا المغرب، يعني كويس. وشوف الفرق الشاسع اللي يربطه بتقريبا نفس الأرض، نفس المناخ، نفس بس مضيق جبرالتر، مضيق جبل طارق، وهذا أثار الإسلام السلبية. وأنا أوعدك could be يعني بحياتنا وحياة أجيالنا القريبة سيحل الخراب بكل الأراضي الإسلامية. لا يمكن هذه العقيدة أن تتقدم. الفرق خذها من الحرب العالمية الأولى ولحد الآن، شوف الغرب وين وصل وإحنا لوين رجعنا. لا يمكن للكراهية أن تفوز. exactly. ها يعني هاو، يعني إزاي الكره والبغضاء والشر ينتصر؟ عمرك شفت في فيلم من الافلام اللي بتتعرض في افلام هوليود ينتصر الشر بيفوز في النهايه؟ مش ممكن، دائما الخير هو اللي بينتصر في النهايه. احمد المشكله شلون حبيبي؟ نحن مالنا بفيلم، مو مخرج عم بيخرج الفيلم حتى نقدر، يعني هلا الشر انتصر كل هالسنين اللي يعني من 1400 سنه لهلا الشر منتصر. يعني ياما ناس ظلمت، ياما ناس، ونحن شفنا هذا بعرض الواقع على الأزمة المسيحية. لن يدوم الظلم، أكيد لن يدوم.
طيب خلينا هلا نحن في الواقع الحاضر، برأيك هل دول الإسلامية المشتركة كلها بتلاقي كلها دول متخلفة؟ يعني لا احترام للقانون، لا احترام لحقوق إنسان، ما في شيء، يعني أشباه دول، ما هي أصلا ما هي دول، يعني أشباه دول، حتى المدن أشباه مدن. برأيك سبب التخلف الرئيسي، يعني إذا حطينا واحد اثنين ثلاثة، شو هي أسباب التخلف الرئيسية لدى الدول؟ أول حاجة التواكل، هم عندهم فكرة إن هو يتوكل على الله، الله سوف يرزقه، فهو ليس يعني مش بحاجة لأن هو يجتهد ويعمل، لأن الله سوف يبعث له الطعام والشراب. وعارف لما اتكلمه كده يقول لك استغفر ربنا استغفر ربنا، ما تقولش كده، استغفر العظيم يا رب، ده احسن يمنع عننا بركاته وخيراته. هو مش قادر يفهم ان تؤخذ الدنيا غلابا، يعني انت لما انا عايز اشتري سيارة لازم اشتغل واشتغل هارد عشان احصل على المال عشان اشتري هذه السيارة. الاله مش هيشتري لي السيارة، انت ممكن تسرق السياره وبدعي الاله بقى ان هو يغفر لك، انما هو مش هيديك سياره الاله لان هو الاله مش موجود، انت مش قادر تفهم ان هو مش موجود، مفيش حاجه اسمها كده. فهو التواكل نمبر 1 من وجهه نظري، التواكل على هذا الاله الوهمي، هذا الاله اللي هيحل المشاكل، هذا الاله اللي هيبعت تدعي له ينفذ لك. وعشان كده هم في تحت كده في الحضيض انتظارا لتنفيذ الاله اللي طلبتهم، بالإضافة إلى 17 ركعة في اليوم يعني. وبعدين كل عنده الصلاة أهم من العمل، يعني هو يسيب العمل ويروح يصلي وياخد راحته في الصلاة. طز في العمل وطز في الشغل وطز في الكلام ده مش مهم، الإله هيحلها، الإله هيحل كل المشاكل. ده أولا الإسلام هو الحل يا أخي. ده أولا. ثانيا افتقادهم للعلمانيه، هم لا يطبقوا العلمانيه، هم شايفين ان الاغلبيه للمسلمين، يبقى المسلمين الدنيا كلها تمشي على هواهم على مزاجهم لان احنا الاغلبيه. طز بقى في الاقليات، وعمر ما مجتمع هينجح ما بيطبقش العلمانيه وما بيسويش بين الاغلبيه والاقليه، مش ممكن. هيفضل في صراعات وهيفضل في نزاعات وهيفضل في كراهيه وهتزيد الكراهيه، لان انا كاقليه ذنبي ايه؟ تاخد حقي. المسيحيين مثلا في مصر 10%، انا ما شفتش مسيحي رئيس جمهوريه. ما هو كانوا في 100% يعني صراحه، لا هو دلوقتي حاليا 90% مسلمين و10 نصارى. انا ما شفتش نائب رئيس جمهوريه، ما شفتش نصراني قاضي من القضاء مثلا. طب ما هو شعور النصراني ايه؟ ما هو مصري يعني، هو منين يعني؟ من ما هو دي بلده برضه، من حقه. فالظلم ده، وانه غير النصارى بقى، في بقى مش هنتكلم بقى على المثليين، ما طبعا مفروكين مدعوكين هناك، اللي لو مشي في الشارع وبين ان هو مثلي بيتضرب لغايه لما يموت ضرب. الملحدين وديك مش عارف يعني، الشباب هربان هنا وهنا وهنا، مش عايزين يقعدوا في المدن الكبيره، واخد بالك من التعدي ومن الظلم ومن لازم ولا بد تطبيق العلمانيه والاقليات تاخد حقوقها عشان يبقى مجتمع ناجح. ما لهاش حل تاني، ما ينفعش تمشي البلد بعقيدتك. انا مش عايزها يا اخي، عقيدتك دي مش داخله دماغي وعافيه، ده حاجه غريبه قوي. كان ابتدس ممكن اضيف لل تفضل اكيد. اولا طبعا اتفق مع احمد تماما، بالاضافه انا رايي تماما يعني ملتزم به، سبب تخلف بلداننا الاسلاميه هو القران وتعاليم محمد، تعاليم بدويه صحراويه قتاليه تحث على الكراهية والبغضاء والقتل، ما فيها أي دعوة للتقدم، ما فيها أي دعوة، لذلك ترانا متخلفين دائما. أضف إلى ذلك 50% من المجتمع اللي هو النساء، خلينا نقول في 10% طالع أي متحرر من النساء، في 40% من النساء، عفوا 40% من المجتمع الإسلامي مدفون بالحياة، مدفون ب يعني تماما، احياء يتنفسون ياكلون ويذهبون الى الباثروم، وهذا هو يعني ما في اي شيء اخر في حياتهم. تصور هاي الملايين الكبيره من النساء لو لها الحريه اللي موجوده في الغرب، والحريه اللي لا يستطيع المسلم ان يفهمها، هي ليست حريه التعري وممارسه الجنس في الشوارع، الحريه بان تصحى صباحا وتذهب الى عملك وترجع لبيتك، وهذا اللي نعمله هون يوميا يعني. وجان انت تعرف عايش في لندن
يعني وي ماست سال في بيت شعر بيقول انما الامم باخلاقها ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. خليني بس ما بعرف يعني انا هي مساله الاخلاق هن المسلمين يعني معتبرين انه كل شيء اخلاقي هو بجسم المراه وبالعري وبهالمسائل التافهه هي اللي معفنه بدماغهم. برايك شو هي الاخلاق المسلمين اللي المنحطه يعني خلينا نفرجيهم اخلاقهم المنحطه يعني وبالمقابل الاخلاق الغربيين خلينا شوي نسوي مقارنه بين اخلاق الغربيين والاخلاق المسلمين. تفضل. الغربيين اولا انا اول اخذها من ابدي من صلاه الجمعه انا اشوفهم هون المسلم يذهب الى الجامع عند صلاه الجمعه وجهه عبوس غاضب وزعلان على الأمة اللي حواليه كلها يروح لساعة ولا اثنين في صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة يطلع غضبان زعلان وبده يقتل العالم كله. التعاليم هو المثل الأعلى للمسلم مين؟ محمد الضحوك القتال هذا واحد أول صفة من صفاته محمد اللي شاف فخذ زوجة ابنه والإله أسرع له في آية عن جد محمد اللي قتل يعني هم يعني مؤرخين المسلمين لا يعرفون عدد الزوجات اللي دخل على محمد لا يعرفون يمكن يعني آخر مرة سمعت بين 45 إلى 65 واحد I heard he used to fuck anything that walks. Yes, yes, yes. المثال عدت على محمد 63 وحده اظن او 64 يا بس غير متفقين اجري وذ يو بس هم يعني بيناتهم غير متفقين الله يس جون اذا هذا كان مثلك الاعلى ماذا تتوقع يا اخي يفاخذ امراه طفله من السادسه للتاسعه وبالمفاخذه بالعربي الفصيح بدي احكيها بالعربي الفصيح حتى يتقزز المسلمين من نفسهم المفاخذه انه الطفله لا تستطيع أن تأخذ قضيب الرسول فالرسول كان رحيم معها ووضعها بين فخذيها وهكذا استمر 3 سنوات وبعدين دخل عليها فعلا في التاسعة هذه هي أخلاقها يعني. لو كان حديدا وبعدين أنا ذكرتها سابقا شوف الرسول وأصحابه مين هذا الأب اللي يسمح يعطي بنته ب6 سنوات أبو بكر اللي هو أول خلفاء المسلمين وصدقت يا رسول الله فكيف يعني تصور أنا برأيي الزمرة يعني صعاليك ساقطة بكل معنى الكلمة اللي الأب اللي يسمح برجل عمره 51 53 سنة يروح يدخل على بنته يمارس هذا مثلهم الأعلى أنا ذكرت لأن هذا مثل أعلى اللي يشقم قرفة نصفين بين جملين وأعرف شو اللي هوايته قطع الرؤوس هذا مثلهم يعني ايش تتوقع من عندهم؟ في اليابان يعلموا درس الاخلاق يا اخي في مدارسنا يعلموهم يذبحوا. هذه اخلاقهم الغرب يعني نعم احنا كنا طالعين برا الان الشخص اللي ما تعرفه ايش ابتسامه هاي ما اعرف شو يمشوا يعني الناس ما حدش له في الثاني. بالضبط ما حدش له هاي شغله رمضان الكريه طبعا يعني ابشع ما يكون. أنا لو كنت هناك لأن كان يعني قتلت أو قتلت لو كنت يعني أنا ما بدمشي أشرب مية وأكل يجي واحد يمنعني لهم مشاريع الظاهر جان يمكن إحنا لأن صارنا فترة كبيرة برا نسينا هاي الأمور يعني أنا مش عارف يجيني واحد في الشارع ويحكي لي هاي أنت تشرب مية أروح أقتلك طبعا المية. أنت مالك أنت بس هم إحنا ثقافتنا تعلمنا على العبودية على سماع الشيخ هذا المعتوه اللي يجعل من المآذن وعلى تعاليم محمد على غزوات محمد التسميات اللي غيروها الاختصاب أصبح حسبي وعملوها الآن 2016-2015 في الموصل وهاي أخلاقهم مثلهم الأعلى ويستمرون في الحضيض وفي مزبلة التاريخ برأيي سأل في موضوع كثير مهم بالنسبة لموضوع الأخلاق يعني الأخلاق ما بتجي بس فقط على
على القتل والإرهاب والجنس. يعني في مسألة، هلأ مسألة الكذب، برأيك العقيد، عقيد الولاء والبراء والتقية والمعاريض، وهل كيف أثرت بثقافة الشعوب الإسلامية، حتى يعني حتى أثرت في تقدمها، حتى أثرت في أخلاقها، في تعاملها مع الناس؟ هل الكذب، الكذب الفاضح مثل ما بقول، عفوا، شو التأثير على تخلف المسلمين؟ يا عفوا، يعني انت وانت تحكي تذكر الشغله، يو نو انا اي ميس سمثينج. شايفين عندنا في شغله في بلداننا مشهوره، هو الحلفان الكثير. ايوه الحلفان، حلفان. بس عمرك سمعت واحد يحلف في الغرب؟ ما فيش احد بيحلف خالص. فهذا دليل، وانت تحكي صراحه جت ببالي، ظلت يعني ظلت افكر بها. اي ثينك لان هو هي التربيه الخاطئه كلها في المدرسه، اللي المعلم اللي يجي الطلاب يحكي لهم ينوت الله خلق الكون، ويعني الله هذا الدرس حطوه بزباله، وبعدين الله خلق الكون وهذا الصف كله يعني ملوش. عندهم الكذب ده شيء عادي. يعني الكذب عادي واحد اعمله الدين. الكذب ده من ضمن الدين. في موقف كان حصل لصديق ليا زمان في نيويورك، نزل عشان يتزوج من مصر، فهو يعني منه مسلم طبعا، فبالنسبه له ان اللي ابوها ليه لحيه وبيصلي في الجامع يبقى دي بنت كويسه، لانه اكيد هو رب، ده التفكير بتاعه كمسلم يعني. فطبعا نقى واحده ابوها ملتحي ولابس الجلابيه البيضاء ورايح جاي على الجامع، وراح يكلمه وقال له انا عايز اطلب بنتك. فقال له بنتي سبق لها الجواز قبل كده ورملت، يعني زوجها مات. قال له خلاص انا ما عنديش مشكله، ما دام زوجها مات انا هتجوزها. واتفقوا على الجواز وبتاع، وبعد ان تزوجها اكتشف ان هي بعد ما رملت اتجوزت وطلقت، وهذا الملتحي كذب على الزوج، على الراجل. فبعدين لما الزوج بيعاتبه بيقول له يعني انت ليه ما قلتليش ان هي تزوجت مرتين، مره رملت ومره طلقت، ليه اتخبيت عليها طلقت دي؟ قال له اصل انتوا عندكم في امريكا كل حاجه كده عدله كده، انما احنا عندنا شويه رمادي، شويه بنفسجي، شويه. طب ماذا تقول لهذا الملتحي لمؤاخذة العرس الذي يكذب في زواج بنته؟ يعني هو ده ما مسلم، ما هو عنده كده في تعليم اسلامه كده، هو كده، هو متعلم كده بالضبط. يعني انا قصدي انه هل اثر العادات؟ هلا مثلا عندنا بصراحه، يعني نحن عندنا بالحاره في اشخاص معروفين بالكذب، هوايتهم الكذب. يعني قال لك شغله بصراحه، يعني ما بيستفيدوا منه شيء، يعني لا ما في مصلحه، ما في شيء من هالقبيله، ده فقط بيجي بجمع العالم مع حاله وبصير بحكي قصص خياليه هو بيتخيلها، وكلها كذب بكذب بكذب. يعني كذب عندهم يعني بيسال الميه والهواء كده بالضبط. في يعني في حتى واحد عنا اسمه ابو حسن الكذاب. لا جد جد جد، يعني جد انا في عندنا ناس هوايتهم الكذب. برايك يعني هذا الانسان الفقير المعدم اللي ما عنده شيء ولا يكذب لمصلحه، يعني لا يكذب على مثلا، كل الناس بتكذب، في ناس بتكذب لمصلحه معينه، جماعتنا يكذبون للكذب فقط، يعني يستمتعون بالكذب. الى جذور في التاريخ طبعا، الى ممتدة من ثقافتنا. بس سؤالي هو، هل أثر هل النفاق والكذب ضمننا نحن كمجتمعات إسلامية؟ طبعا، وكيف الأدم وشعبها يكذب منافق، يعني ما هم يعني إزاي يعني بص، إحنا لما جينا هنا الغرب وتعرفنا على الثقافة الغربية، لقينا إن الناس اللي هم مش مسلمين زينا، اللي هم احنا بنقول عليهم هناك كفار، الناس دي ما بتكذبش، الناس دي ما بتنصبش، الناس دي ما بتكرهش، ما عندهمش الصفات دي خالص. ولما تسال الانسر ستريت كذا، هو كده، ما فيش رمادي زي الشيخ ابو لحيه اللي حكيت لكم عنه، ما فيش، هو يا ابيض يا اسود، ما فيش في النص. يس، ما فيش الكلام ده. لا، هم بقى عندهم، وطول ما هم كده لن يفلحوا. يعني ازاي بالعقل كده؟ ازاي هتقدموا؟ ازاي هينفعوا؟ ازاي اذا كانوا هم بيكذبوا على بعض؟
بينصبوا على بعض، بيحكوا على بعض، يحقدوا على بعض، يعني صفاتهم وحشه جدا. جان انا سمعت الاسبوع الماضي كان شيخ شيعي، وانا اسمي الدامه بهايم، الدامه بهايم مؤمنين فيه، فكان يحكي لهم قصه. سال رسول الله النحله كيف تصنعين العسل، فقالت النحلة يا رسول الله أني أصلي وأسلم عليك ويظهر العسل من مؤخرتي والمعرشي. هاي مش مشكلة، هذا حمار عم يحكي، بس الجمهور اللهم صل على محمد وآل محمد. هؤلاء يا أخي كانوا بالمئات، يعني تصور. هو أنا برأيي هو عم يكذب عليهم. أوكي، هم عارفين أنه هذا كذب، هو كله نفاق ورياء وكذب. هو لما انا ادعي ان انا جالي بغل بجناحات وطرت بيه للسماء، هو ده ما كذب ولا مش كذب؟ هم جايبين الكذب منين؟ ما هو من كذب. لا يعني عنده دعايات كلها. جان يعرف الجحش الطائر. عارف هو بجناحات. الجحش الطائر من تسميتي انا سميته الجحش الطائر، بس ما نسميهوش الحمار انيمور، الجحش الطائر. صار مثل ما قلت انت انه الجمهور اللي عم يستمع، يعني في عندنا شيخ سوري اظن من الشام ما بعرف بالضبط اللي يكلم الدجاجات، يمكن شفت الفيديوهات. هي الفيديوهات يس تتذكر هذا يس الشيخ السوري، الشيخ السوري هذا اللي عم كلم الدجاجات ويقسم لجمهوره القاعدين. المشكله وين المشكله؟ يعني عيفنا من الناس الغير متعلمين غير مثقفين. المشكلة بتلاقي فيهم أساتذة جامعة قاعدين عم بيهزوا راسهم، هذا الشيخ مكلم الجيجة والجيجة ما بعرف ديك نقر الجيجة لأنه حكي عم شيء تخريف مقرف إلى أبعد الحدود. مثل ما قلت يعني إنه هدول عم بسمعوه، هالحيوانات اللي عم بسمعوه هن كيف يعني بدخل بعقلك انه عم بيحكي مع جيجي؟ لك حيوان، ما في جيجي بتحكي، في جيجي ولا هداك عفور اللي بحكي اذا كان باليوم كان بيحكي مع الجان، ما هو شيء مش غريب. النبي كان يحكي مع الحمير، كان يحكي مع يعفور، يحكي مع الحمير يا يعفور. ما اسال جان يا راجل، جان احكي لنا يعفور. طبعا الاسلام في الجحش الناطق والجحش الجحش الناطق هو يعفور. لما غزا رسول الله تصرف الجحش الناطق ده، ما قلت الشعره دي جامده. احكي لي يا جماعة. هو ما خلاش حاجه ما عملهاش. كمل يا عمود. لكن النمله بتنكح، عنده جحش الجحيش بحكوا، الصخرة بتولد لك، أشياء عجيبة غريبة. الصخرة بتولد بعير ناقة. لكن طيب أحمد، خلينا نروح على مسألة نهاية الإسلام. أنت قلت لي الإسلام يموت، يا ريت فسر لي فيها، يا ريت كيف الاسلام سيموت؟ هو اوريدي الاسلام بيحتضر. انت لو تشوف الشباب اللي على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم اللي الحد ومنهم اللي مش يعني مش داخل عقله، اللي يعني بعد ما عرف الحقيقه وبعد ما يعني الكلام مش داخل عقول الشباب اللي اجيله طالعه جديد. وعلى فكره الظاهره دي مخيفه في مصر، الشيخ الازهر مرعوب منها، ودايما لو تلاحظ في احاديثه يقول لك الالحاد بيزداد في مصر. الالحاد ما هو بيزداد من ايه؟ ما هو لان انت عقيدتك مش doesn't make sense، وانت عايز تصدق كذبه يعني انا في عقل مش فهو واضح جدا ان يعني الى فناء، يعني ظاهر جدا زي ما حصل زمان في تركيا ايام اتاتورك لما احتضر ومات، وعلى راي سال ما عاشوش تاني حقنه المحياه اللي خدها وحياته تاني شويه البترول اللي لهم في السعوديه. لولا كده ما كانتش الناس دي قامت تاني، وهم الى فناء يعني هي خلصانه. فيعني كونوا خلوقين وما تكونوش عدوانيين علشان ما يبقاش في حد لي مشكلة معاكم. إنما ليه عايز تبقى مكروه؟ ليه عايز تعادي الغرب وعايز تبقى مكروه؟ ما تبقى تخليك في حالك، اعتقد ما تشاء من غير عدوانية، خليك مسالم. هاو
يعني لا مش علاقه بينك وبين ربك. النار عندك كتاب يامرها بقتلك وقتلي وقتل خلاص يبقى طز فيك وفي كتابك بقى وورينا بقى. احنا كنا نحكي دائما الاسبوع الماضي حكينا بنفس الامر، قبل شهر حكينا بنفس الامر. اوكي تقبل، يحكوا لنا انت شديد مع الاسلام. طيب اوكي انا تقبلتك، لكن انك انت عندك امر الهي بقتلي. Why? No, I don't want you. سأل حبيبي طبعا إذا بتقدر تحط لي نقطتين ثلاثة سبب اللي شايفهم أنت إنه الإسلام ما يودع مثلا ميت. نحن كلنا بنعرف إنه الإسلام صار جثة هامدة أصلا، يعني هو مات ولكن مستني من يدفنه وطالع ريحته أصلا، يعني عبت أنفنا مثل ما بقول. شو هي الأسباب اللي الواضحه قدامنا انه عم بيموت راح انتهى الاسلام؟ شو هي العوامل؟ خلينا نقول تفضل. اذا تتذكر حكينا الاسبوع الماضي بهذا الامر ويحكوا له الاسلام صراحه متوفي عم يحتضر عم يتعفن، هي كلها مساله وقت. واعتقد هسه هاي الثوره المعلوماتيه والتواصل الاجتماعي لانه العايشين في الداخل مش شايفين، زي ما يحكي المثل الفرنسي السمكة لا ترى الماء الذي تسبح فيه. من الخارج نقدر نشوف، أنا روح الزيارتين ثلاثة للشرق الأوسط، يعني عايشين في المياه الآسنة، عايشين في مجاريهم، عايشين يعني الخدمات ما فيش، زيرو خدمات، فيش مية، فيش كهرباء، يعني كلها فضلات أفضال الغرب الكافر عم توصلهم. صدقني انا عاوز اسالك جان واسال احمد ناو السؤال لك جان، لو الغرب يقطع، لو يقطع فعلا التقنيه والكهرباء والتواصل الاجتماعي عن العالم الاسلامي، ماذا سيحدث في العالم الاسلامي؟ كهرباء وتقنيه المعلوماتيه فقط. هو بصراحه يعني المسلمين حاليا الشرق الاوسط عموما هم شعوبة القرون الوسطى، بس بإيدهم موبايل وعندهم سيارات وطبعا بنوا مدن أشباه المدن، يعني بنوا دول أشباه الدول، يعني ما تشبه للدول العصرية نهائيا. فإذا قطعت عنهم كل هالشيء هذا أكيد ما عندهم غير الحمار والجمل. أمرين فقط، الكهرباء والمعلومات يعني الإنترنت، ماذا سيحصل للعالم الإسلامي؟ انتهوا يعني العالم الإسلامي هو خلينا نقول مجمد البشرية في القرن الخامس السادس، في القرن السادس وطريقة حياة القرن السادس. يعني لولا تدخل الغرب، ولا مثلا لو ما في غرب خلينا نقول، والإسلام مسيطر على العالم، خلينا نقول مسيطر على العالم كله. صدقني لحد هلا ما كان اخترعوا شيء اسمه يعني كهرباء، ولا اخترعوا شيء اسمه طيران، ولا في شيء من الاختراعات هي اصلا. يعني حتى البارودة السلاح البارودة الروسية ولا هالبواريد هدول المسدس، يعني ما كان شيء اسمه هذا موجود. يعني العرب بحروبهم كلها، لما من اول ما بدأوا مع محمد الى ساعتنا هي، يعني لما بدأ محمد بدعوته وشال السيف وهجم على الناس، السيوف اللي كانوا يحاربوا فيها كان صناعة هندية. يعني العرب لم يصنعوا سيوفهم حتى، ولحتى الساعة هاي العرب لا، السلاح الذي يقاتلوا ويشتروه، اللي بيقاتلوا بهالسلاح هذا يشتروه. يعني هن الجماعة ما بيعرفوا يصنعوا، الجماعة مخربين فقط. أضيف لكلامك جان، يا صراحة عبارة عن جثة، يعني شو مي لما طبياً ميت الدماغ والأجهزة عم تتنفس به المغذي الغربي، المغذي الكافر اللي هي التقنية السيارات. تصورها مصر الإسلامي لو بدهم يقطعوها، لو فعلاً عاوزين يقطعوها اليوم الليلة الآن، بكرة العالم الإسلامي يسقط، يصيرون يذبحوا بعض، يعني ينفذون تعاليم الأزهر، يصيروا يأكلوا بعض، سوف يغيروا على بعض. كلمة يرنم بتعوزني جدا. يعني ايه ترنم يلا؟ يعني حاجة مش بتاعتك، مش فلوسك، الست اللي انت هتاخدها دي من زوجة واحد تاني، انت يعني مين اداك الحق ترنم؟ يعني
كلمه مستفزه جدا كلمه اغنم دي. يعني ايه تغنم يعني؟ يعني انا اخش على بيت جاري اسرق الفلوس اللي فيه واخد الزوجه اللي فيه وامشي وكده ابقى بغنم وكده ابقى حلال؟ انتوا كريزي يعني، انتوا ذيس از سو كريزي. اغنم ابوك لابو اللي علمك اللي تغنم. هاي مرحله الوحشيه يا احمد، الوحوش. وحوش لو في كتاب نزل اداره التوحش يعني فعلا يصف اداره التوحش، نزل 2004 يعني قبل داعش ب 10 9 سنوات تقريبا، يصف تماما ما عملته داعش قبل وصول داعش للحياه. يعني اداره التوحش ومن من من اعمده الارهاب الاسلامي. سو يعني بس هيك انا بدي احكي مع المسلم، اذا في مسلم يستمع، انظر في بيتك الان وفي غرفتك في اي مكان، شوف التلفزيون بتاعك صناعة البخاري ولا مسلم، شوف الانترنت بتاعك، شوف التلفزيون، الثلاجة، الملابس، وبعدين ينوت شوف ملابسك الداخلية وشوف التاج اللي عليها ايش مكتوب عليها، سنتين الزوج أبو يعني مصنع ابو بكر ولا عمر بن الخطاب، ابن الخطاب مش ابن الخطاب، افهموها. سو شوف هذا كله يعني، لان منفصم الشخصيه وتكره اللي لبسوك وكلوك واعطوك نور واعطوك سياره واعطوك واعطوك واعطوك، لما تكب كل هذه راح ترجع راح ترجع كجدك ادم كما خلقك الله في السوت الالهي. يا بس استخدم العقل، انا مش عم نصفر بس صراحه يعني اصحوا يا اخي اصحوا. يقول لك لماذا تنتقدون الدين الاسلامي؟ ننتقدكم لان انتم في منكم خطوره، انتم تكرهون المختلف عنكم وتعتقدوا في قتل تكرهون بعضكم مش يعني انت مش عايزنا ننتقدك واتكلم عنك، انت ليه ما بتتكلمش عن المسيحيه؟ انت ليه ما بتنتقدش اليهوديه؟ لا انا انتقدك انت، انا ما شفتش واحد مسيحي فجر نفسه، انا ما شفتش واحد يهودي لابس حزام ناسف. يعني حالهم الناس بيمارسوا عقيدتهم في سلام وفي حالهم ومحترمين. انت لما تصير كده محترم وفي حالك ومفيش خطوره منك على الغير، يا عم نحترمك ومش هنجيب سيرتك. واحنا نجيب سيرتك ليه وصلعمك ليه؟ يعني انت فاكر ان احنا بننبسط لما نجيب سيره صلعم؟ ده سيره مستفزه، احنا بنقوم متضايقين واحنا بنقرا عنها. مقززه يعني احنا مش مبسوطين ان احنا بنقرا عنها يعني. واحد بينط على اطفال، واحد بيسبي نساء، واحد بيغنم، واحد ويتجوز مرات ابنه، انت فاكر حاجه الحاجات دي لما نقراها بنحس بسعاده يعني؟ بنحس مش باحساس وعرف. مش عايزين نتكلم عن دينك بس انت افهمنا، حل عن تصنع على راي حاجه يا راجل. يلا خلونا نشارك المتابعين معنا بهالحلقه. ايوه انا فتحت السكايب يا اصدقائي وبتمنى منكم مشاركاتكم. خلونا نقرا كم تعليق من الاخوه الابطال اللي متابعينا. وسام كويزميلو اي ثينك، المهم وات ايفر، انا ما بعرف الاسماء هي. اهم اسباب عم بيقول اهم اسباب التخلف عند المسلمين ان هو ان نبيهم كان اميا وجميع المسلمين يقتدون باسوتهم المجرمه الجاهله. الاخ سوبر جلوبال عم بيقول ما فعلته تلك الجريده الالكترونيه هو تحريض علني ضد الاخ احمد وعائلته في مصر، ورساله ضمنيه الى المتطرفين نسبيا بممارسه الترويع والارهاب ضده وضد عائلته، اسلوب قذر ووضيع اعتدنا عليه ضد كل من يحاول التعبير عن نفسه بحريه في مجتمعات، لكن عامة الحرية لها ثمن. قلبي معك أستاذ أحمد. يا ريت تعليق منك أستاذ أحمد على الأخ سبرنجلو. والله أنا متشكر جدا على شعورك دوت، بس زي ما أنت قلت الحرية لها ثمن ولها ضريبة، وأنا يعني محتاط واخد حذري ومسلح، والقد الاف بي اي بيشايف شغله تمام، ومجرد بلاغ للاف بي اي الاف بي اي بتواجد عندك في البيت او في المكان اللي انت فيه وبيحميك وبيحط لك حراسه، وهنعمل ايه؟ ما احنا مش معقول كلنا نفضل ساكتين يعني، ما هو السكوت مش حل برضه يعني، احنا تطوعنا واخد بالك وخدنا الريسك، انا وسال وجان واحمد حركان واسماعيل وغيرنا كتير وبيتر ومين جورج،
واخد بالك؟ قبل ده يعني ما احنا كنا بحالنا يعني احنا مناش فيكم بالظبط كده، احنا كنا بحالنا وانتوا تجون ورانا وتطالبونا بالاسلام وارهابكم وتركنا قبل ربع قرن. فهنعمل ايه يعني؟ ما يعني ما انا عن نفسي ما خلاص انا مش هسكت. يعني سوبر جلوبال اوسم من متابعينا يعني، شكرا لالتزامك بالمتابعه. شكرا لك احد اخواننا الاعزاء. بس انا اسف، بس انا كنت عم بدور على الصفحه تبع التعليق بصراحه ضيعتها، بدي ارجع عليها. اسف كثير يا شباب، اعذروني على بس انا راح اساعدك من هنا. خلاص ولا يهمك، لقيتها يعني ما في مشكله. اوكي. واو كتلت في واحد عم بيقول brother of all people، يعني زلمه اخو الانسانيه كلها. يا أخي اتق الله وربك رب العالمين، أدرك نفسك قبل فوات الأوان، لأن العمر ثواني والآخرة هي المستقر. أتمنى من الله أن يهديك ويشرح صدرك للإسلام. أنا فاعل خير يا أخي، هذه عناوين بعض الفيديوهات، قم بنسخها ووضعها في جوعل جوجل للبحث، ربما يشرح الله صدرك للإسلام ويهديك قبل فوات الأوان، لأننا كلنا بشر في الرخاء، يضحك ونسخر ونتباهى في الشدة وإلى آخره من هذه الترهات التي مقرفة بصراحة. شو رأيك بالحكي يا أخي سال أخي أحمد؟ أنا بدي أوفر للأخونا العزيز، أوفر له، أنا لا أتق الله ولا أؤمن بوجوده ولا أعترف به ولا شفت الله عندي صحيح. إذا عندك زاكر نايك أو هذا الهندي البريطاني، هذا رجل معتوه في نظري، رجل هندي مسلم داعية مسلم معتوه. أنا يا أخي الفاضل هو اسمه brother of all people. أنا لا أعترف بمحمد ولا أسمي محمد، أسميه قثم. إذا تابعنا سيد قثم بن عبد الله كان بائع متسكع في جنب جدران الكعبة، لا اعترف به ولا بعائلته ولا بكتابه ولا باصحابه ولا باتباعه، وكلها خرافات تمشي عليكم للاسف. اذا تعرف تكتب اسمك بالانجليزي بهالطريقه I think، اعتقد عليك التفكير مره ثانيه بمراجعه صحيح البخاري وصحيح مسلم ابن هشام، وانظر لمحمد كانه عتريس، اقرا كانه عتريس، اقرا السيره بتاعته وشوف مين هذا المجرم. أنا أشكرك على حضورك هان، وما يعني لأنه تعلمنا على أخلاق المسلمين البذيئة بس لساتك خلوق، فشكرا على أخلاقك حبيبي. تفضل. تعليق على الشخص اللي بدي إيانا نهتدي ونتق الله. عايز أقول لك حاجة أخ، اسمه إيه؟ ذاكر brother نفسك. No brother of all people. يا brother of all people، رجاءً ادعي للدواعش يهتدوا، احنا ما بنقتلش حد، احنا ما بنكرهش حد، دور على القاتل الشرير وادعي له بالهدايه. انت بتدعي لي انا بالهدايه ليه؟ انا هادي اهو، انا هادي ما بعملش حاجه اهو، انا راجل بحب اقرا اشوف فيلم وثائقي عن العلم، اسمع لدوكنز لكراوس اقرا له حاجه، في حالي لا بقتل حد ولا بنهب حد ولا بغنم، انا لا اغنم، انا اعمل واكسب من عرق جبيني، لا اغنم. انت بقى اللي تروح للناس اللي بتغنم دي وتدعي لهم بالهدايه. انا مش محتاج دعائك، انا كافر بالهك ولست بحاجه لدعائك. هو الهه بصراحه يعني، لو الهه اذا فاضي متفرغ يهدينا، خلي يتفرغ شوي لاطفال سوريا، خلي يتفرغ شوي لاطفال اليمن العراق، ينقذ الأطفال بدل ما يتفرغ لنا ويهدينا، ولا يتفرغ يحط اسمه على بطاطا يقول يلا أنا عندي معجزة شوفوا تعالوا آمنوا فيني، أنا كتبت اسمي على بطاطا ولا على بطيخة ولا على غيمة ولا على جي جي ولا على يعني. هل إله هذا العظيم الرائع اللي خلق كل هالأكوان هاي والمجرات والنجوم والبطيخية يعني كل شيء، وتفضل تفرغ لا يمضي اسمه على بطاطا، لا يخلي جي جي تنقش اسمه مثلا عشان يثبت لهالاغبياء انه والله موجود،
طيب شو عن أطفال سوريا يعني اللي تشردوا بليلة ما فيها ضوء قمر ولكن قطعت راسهم وقطعت إيديهم وجريهم؟ عم بحكي بس على الأطفال. فيعني وين إلهكم؟ وين إلهكم؟ هذا الإله القذر هذا اللي خلى بشار الكلب شخص واحد مشان علي بن أبو خرحش السامعين يعني. وبعدين اصحوا 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 يعني سوريا تدمرت خلال 3-4 سنين مشان شو؟ ومو كله خلاف علي بن ابو خرى وهذا عمر بن الخطاب؟ ما كلياتهم العلويه ولا السنه ولا دين الحرام كله من وراء عصابه محمد. دمروا سوريا، دمروا العراق، عم دمروا اليمن، دمروا افغان. ايش شو في غيره يعني؟ الهكم يعني ترك كل هالناس هذا وجاي بده يهدينا، والله نحن اللي قاعدين كل واحد بغرفة عم نحكي بس. مش احنا اللي محتاجين الهداية، انتوا اللي عايزين تركبوا. احنا زي الفل، ما عندناش مشاكل. انا اعطيك عندي ملاحظة، ممكن ملاحظة زدت. تفضل سال تفضل. هل انا صراحة ضعت، انا سمعت ليلة القدر امبارح او اول امبارح او اليوم، يعني سمعتها 3 مرات. انا شفت هيصر يحكي انه الله يهديكم في ليلة القدر. هل هي ليلة القدر الان؟ انا اوكي، خلي اوجه رسالة للمسلمين وخاصة صديقي. ليلة القدر هاي ليلة الكذب والدجل، يعني هن نفسهم ما بيعرفوها. يعني محمد اصلا ليش فهمون شيء؟ هو حمار، كيف بدي يفهمون؟ شو بدي يعني واحد حمار بقدر يفهم حمير؟ يعني انا عاوز اوجه رساله للمؤمنين صراحه. يا هيصر، انا قلت لك ما بدي اذكر اسمك، اي ريسبكت يو فاين، بس انتم بحاجه الى نبي ذو قدر، الى كتاب ذو قدر، الى مبادئ ذو قدر، الى اخلاق ذو قدر، وليس ليله القدر ليله الاكاذيب، ليله النفاق اللي ما فيها اي اثر علمي. هاي ليلة القدر لها القدرة على سقوط الأمة الإسلامية بالكامل. تفتح، أنا عارف ليلة القدر وقارئ عنها كثير، وتنفتح السماء والملائكة تنزل. طيب أعد اليوم الأمة الإسلامية 1.5 مليار مسلم، ادعوا بهذه ليلة القدر واصحوا بكرة وشوفوا دعواتكم استجابت ولا لا. أنتم بحاجة إلى أمر ذو قدر، له قدر، حتى يكون لكم قدر. تفضل حبيبي. عم بحاول أقرأ التعليقات. من التعليقات عم في أخ جزائر عم بقول هناك عدد كبير من اللادينيين في الجزائر، لكن للأسف لو جهرنا مكاننا السجن. يا حرام. في واحد عم بقول جلاد الروافض، يعني شوف الطائفية اللي الموجودة اللي كنا عم نحكي عنها من شوية اللي خربت بيوتنا. أتحدى هذا الشيعي الملحد، يعني الشيعي ملحد، كيف أتحدى هذا الشيعي الملحد أن يسب علي أو الحسين وآل البيت لأنه ملحد من أصل شيعي؟ لك طز فيك وبالحسين وبعمر وبمحمد وبالله تبعك وبالحسن وبالمسيح وبموسى وعيسى وكل هالخرافات هذول. لك كرهتونا عيشتنا من وراء تخريفكم. لا عيب عليكم، خليكم شوي هيك، في فيكم رجولة، يعني شوية رجولة، استحوا على دمكم. يعني إذا سمر علي خلاص معناته أنت مانك شيعي، إذا سمر مانك سني. لك تضربوا أنت وعلي ومحمد وعمر وأبو خرى وبكر وكل هالناس الضرطانة هاي. لا، ممكن أوجه له كلام للأخ الجلاد، جلاد الروافض. جلاد الروافض هذا جماعة عمر ابو بطيخ، ابو بطيخ ابن عمر بن الحطاب. انا قلت هذيك اليوم روحوا انبشوا، مش انبشوا بالطريقه الاعلاميه المقززه، لكن بطريقه علميه، روحوا اي قبور المسلمين من نبيكم الى الحسين الى العباس، لا يوجد اي جثه، كلها خرافات نسجت عليكم. تعبدون القبور، الشيعة يعبدون القبور ويقبلون القبور ويزورون القبور الفارغة، أما السنة
فيحجون يروحون يعني يذهبون الى مكه يطوفون حول حجر يرمون حجر بحجر يصعدون على حجر ويقبلون حجر. وتقول لي هذا دين هذا؟ كمان قلت لك يعني لحد الان طبعا مكه او السعوديه المملكه السعوديه منعت من عن باتن اي بحث علمي في ارض الحجاز لانه يعرفون انه لو دخلوا العلماء هناك لكشفوا حقيقة الإسلام ولا يوجد أي نبي. الشيعة ضحك على القبور، المهدي المنتظر غرق في البئر وكان عمره 5 سنوات ودفنوا أصحابه وعملوا حجة أنه ذهب إلى السماء وسيرجع فيما بعد، وضحك عليكم أن تدفعوا ثمن باهظ لعصابة صحراوية من 1400 سنة، اصحى على حالكم يا أخي. هاي المشكلة لما الضحية بيدافع عن جلاده وهمي، جلاده واحد قاطع طريق، جلاده واحد مجرم إرهابي للأسف الشديد. طيب أحمد، خلينا ننتقل موضوع الإرهاب. كيف ممكن يعني مثل ما قلت حضرتك، كيف ممكن التعامل مع الإرهاب وإرهاب الصلاعمة بالتحديد؟ طبعا هو ما في غيره من الإرهاب، والوقاية من أذاهم والضرر اللي يقع على الملحدين. إذا تتفضل. هو طبعا زي ما سأل قال موضوع القتل والعنف ده بيتدفن في الكتاب بتاعهم نفسه، فلا يمكن التعامل معاهم وإن أنت تديهم الأمان طول ما هم مؤمنين بهذه العقيده، لان القتل جوه داخل العقيده، يعني الاله هم بيامرهم بقتل الغير مسلم والمرتد، يعني لا مجال للحوار والنقاش العقلاني مع هؤلاء لان هو لن يتغير، هي دي عقيدته القتل. طب نعمل ايه بقى؟ لازم الحكومه نفسها تكون متشدده جدا مع هؤلاء. يعني نبتدي مثلا من المساجد ومن المساجد الصغيرة اللي في الزوايا ديت في الحتت العشوائيات والحتت الشعبية والكلام من ده، لازم يبقى في رقابة من الدولة على الخطاب الدين. لما يطلع شيخ ويقعد يكره الناس اللي جاية تصلي في النصارى وفي اليهود وفي ده وفي ده وفي ده ويشحنهم كل يوم جمعة شحنات شحنات شحنات، وانت ما فيش اي رقابة من الدولة على الكلام اللي بيقوله الراجل ده، طب ما هو لازم هيطلع برضو التاني بقى في سبيل الحريات اللي في الجنة يفجر نفسه ويقتل ويعمل ويموت، خش في كنيسة بعربية فيها متفجرات، يعني يعمل اي حاجة بقى عشان يخش الجنة. ما هو ده اللي بيتكلم فيه الشيخ كل اسبوع. فانا شايف احمد المشكلة اتفضل. يعني ما هي بالدولة، الدولة المشكلة ان الدولة على التلفزيون الرسمي عم يطلع الشيخ يحرض ضد الغير المسلمين، يعني فما بالك بدش الدولة بدها تروح تدور على الجوامع بالزوايا اللي بالعشوائيات ما حدا شايفهم؟ يعني المشكلة بالدولة هي ذاتها. يجب على الدولة تغيير بقى الكلام ده، يجب على الدولة ان تعي ان الارهاب ده خطر حقيقي وان احنا لازم نتابع. عفوا، اي دولة يتكلم؟ دولة اسلامية مثلا؟ يعني دولنا الإسلامية، الدول الإسلامية عبارة عن أنظمة عسكرية لحماية الدين ورجل الدين واستعباد الشعب، هاي الدولة. الدولة الحقيقية ما يسمى دولة هو في الغرب. أما الدول الإسلامية صراحة يعني معسكر يحمي رجل الدين ويقتاتون على البسيط المسكين الشعب المسكين. ما حدث في العراق، كان العراق يبكي على يعني أيام صدام، 2003 سقط نظام صدام واستلمون المشايخ الشيعة والسنة وال ولوك ما حدث الآن، يعني انظر ما حدث، ملايين مشردين. لماذا لم يتفقوا؟ صعد المعممين كلهم، وصلوا 2004 أو 2005 وصلوا إلى الساحة السياسية، ما فعلوا في العراق الآن، مفكك مدهور، يعني حتى لا يسمى بلدا، أرض منحطة تماما. فالدولة اسم محترم لأنظمة إنسانية راقية، دولة عصابات. يبقى هو الأمل بقى في إيه؟ يعني انا بالنسبه لي مثلا اامل ان يجي في مصر واحد زي اتاتورك يغير بقى الليله خالص، بقى يطبق العلمانيه والموضوع يتغير تماما. غير كده بقى احنا سيظل هذا الوضع وهذا الارهاب وما تقدرش طبعا في مصر. انا على فكره على الفيسبوك لي اصدقاء كتير من مصر ومن الزقازيق اللي انا منها،
ملحدين وبيكلموني على الخاص ويقول لي احمد احنا اسفين مش بنقدر نعمل لايك على بوستاتك او نتكلم معاك لان احنا انا ممكن اخسر عملي، انا ممكن اخسر حياتي، انا ممكن اخسر يعني رعب 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 رهيب خوف. فيعني انت بتسالني الحل ايه؟ الحل في اتاتورك تاني، اتاتورك يجي يحكم مصر ويحكم العراق ويحكم سوريا، اتاتورك صحيح. مره اخرى كان في امل بسيط في السيسي لما جه، بس مع الاسف السيسي اول خطوه عملها راح اجتمع شيوخ الازهر، شيوخ الازهر الغير شريف، وكرر غير شريف يجمع مثقفين مصر وعلماء مصر، يجمع متخلفي الازهر بدهم يقودون مصر. ما هو قادوا مصر 1400 سنه عملوا ايه بالضبط؟ انا كان برضو كنت عشمي في السيسي كبير، وبعدين طبعا بعد سجن البحيري وبعد سجن فاطمه نعوت وبتاع عرفت بقى ان هو الازهر هو اللي ماشي. انا شفت الاجتماع ده يعني انا this is it. That's it. هذا الرجل لا ينفع يعني That's it. فبنطالب بيه واحنا بنقول لكم احنا عايزين اذى ليكم، احنا عايزين حريات، احنا عايزين تقدم، احنا عايزين مساواه للجميع وحقوق انسان، واحنا بنطالب بحاجه وحشه. بتفكر كده يعني احنا مثلا مجانين مثلا، احنا بنتكلم في ايه؟ حقوق البني ادم وحقوق المراه. هم فاكرين مجانين يا اخي. حقوق البني ادم وحقوق المراه ومساواه وعدل معنا وعداله اجتماعيه معنا وحريه. بس معنا اتصال يعني انت حبيت فاجئني يا احمد، حبيت فاجئني بسال، انا راح افاجئك بشخص اخر يعني. طيب خلينا بس نشوف مين هالشخص الاخر. دقيقة. أنا أنت نعرف لك عند إحساس راح يكون من ال من ال إيه؟ ممكن يكون من اليونان. لا مو من اليونان. حبيبي جورج بول. I love this man. حبيبي لك جورج. أهلاً أهلاً حبيبي أهلاً. الصوت شوي. أنت حبيبنا جورج، أنت حبيبنا. أشكرك. أحمد مساء الفل. حبيبي مساء الخير. مساء الخير عليكم كلكم. عندي تعليقين بسرعة. لا أرجوك جورج. لا السرعة غير مفيدة. خذ وقتك. وممكن يسوي حادث يعني، بتعرف بابا لا تسرع نحن بانتظارك. اشكرك. جت سيرة هيصر من شوية وكان صلب يعلق عليه. هيصر إنسان مسكين جدا. الصبح كان لما كانوا الشباب بيعملوا حلقة مع إسماعيل كتب تعليق بيقول الإسلام يتمدد وانتوا عايشين في الوهم. فهو إنسان مسكين جدا يعني، بيردد نفس اللي بيردده المسلمين البسطاء على مدار القرون الماضية. سألته ببساطة السؤال ده، عايزين نطرحه على جميع الصلاعمة المشاهدين. يعني لو افترضنا فعلاً مع أن الكلام ده غير حقيقي بالمرة، والتمدد المسلمين هو تمدد عددي فقط والتكاثر الحشري، وفي الآخر ده هيبقى عيب عليهم مش ليهم يعني. ولكن افترضنا أن الإسلام يتمدد وسيحكم الإسلام العالم في خلال العقد القادم مثلاً، ماذا سيكون شكل هذا العالم إذا حكمه الإسلام؟ عندنا أماكن تمدد فيها الإسلام وأصبح الإسلام هو المصدر الحكم زي السعودية، إيران، الصومال، أفغانستان. فيعني على مدار 1400 سنة كلما حكم الإسلام النتائج موجودة، مش محتاجين نعمل تجربة جديدة، تجارب كتيرة اتعملت. فعايزين نسأل الجماعة اللي نفسهم الإسلام يتمدد ويحكم العالم، هيبقى شكل العالم ده إيه؟ ممكن يقولوا لنا كده تصور عن العالم اللي هيحكمه الإسلام ده شكله إيه؟ هيبقى يختلف إزاي عن العالم الحالي؟ هل هيسود فيه العدل مثلا زي ما بيسود في السعوديه، ولا هيسود فيه الشبع زي ما بيسود في الصومال، ولا ايه يعني شكل العالم ده هيبقى ايه؟ نقطه اخرى بسرعه برضه عشان ما اضيعش وقتكم. كنا بنتكلم عن كان الشباب بيتكلموا عن الدوله ودور الدوله في مواجهه الارهاب. انا شايف ان الدوله سواء كانت في مصر او في العراق او في كل هذه الدول المنكوبه، الدوله هي امتداد لنفس العفن الفكري، واحيانا تتواطأ الدوله مع الارهاب بشكل او باخر، اما بالصمت او بالتشجيع الضمني او التشجيع الكلي او حتى التشجيع العلني.
فالحل زي ما قال احمد، يعني يجي واحد زي مصطفى كمال اتاتورك كده بقى، اللي هو ايه، يعمل لان على الديمقراطيه، وبرده فيجي يعني يقطع غير يسيح ده المزارع، يجي يعمل يغير للتغيير، واللي ومحدش يفتح بقه. وكل هذه الاجهزه الازهر وغيره كلهم بيطبلوا للحاكم ايما قال الحاكم، يعني مهما هيطبلوا له. لو قال لهم البخاري وحش هيقولوا له ايوه البخاري وحش حتى بعد 1400 سنه. فلو جه فعلا حاكم جاد في ان هو يعمل دوله علمانيه زي مصطفى كمال اتاتورك، هيكون الطريق ممهد ليه في كل هذه الدول. شكرا يا شباب. شكرا، شكرا كثير لك جورج. شكرا يا جورج، نورتنا جورج. خليك معنا جورج، خليك معنا، تفضل سال او احمد. انا اتفق مع اخويا جورج، يعني انا اتصور صراحه الكوكب هذا، الكره الارضيه، يعني لا سامحت الطبيعه، لو الاسلام اخذ هذا الكره الارضيه ستصبح خراب، ستصبح كوارث، الدماء والجثث والقتل كارثية، يعني نهاية كارثية. وفعلا انظروا في أفغانستان والصومال ونيجيريا، انظروا إلى العراق وسوريا، ليبيا ومصر، يعني مصر لحد الآن شوية شوية فيها مسيطرين، بس لو يعطيهم فرصة بعد الإسلام لو أخذ الأرض طبعا سقطت الأرض وانتهت البشرية تماما. أما الدولة فعلا أتفق معها تماما. جورج كان أصلاً يعني لطيف معاهم، أنه هادئين يعني أما يراقبون وساكتين، بس نو يعني الدولة أنا قلتها هو حارس وراعي للإرهاب الإسلامي في بلداننا، وحرام أسميهم دولة. عصابة لابسة زي مرتب شوي يحمون العصابة تبع العمامات، وعلى مصالح يقتاتون بالشعوب البائسة. تفضل أحمد. إزاي يعني الإسلام يحكم العالم؟ طب وهتغنموا منين؟ يعني هو انت عايش على فكره ان انت تغنم، يعني تشوف لك قبيله ولا دوله تروح تسطو عليها بسيوفك، واخد بالك، وتاخد فلوس الناس دي وتقتل رجالتها وتاخد نسوانها؟ مش هو ده مبدأك؟ مش هو ده اللي كان رسولك بيعمله وخلفائك الراشدين كانوا بيعملوه اللي جم من بعد رسولك؟ يعني هل انت فاكر ان انت لما تسود العالم، انت مش بتاع شغل ولا بتاع علم ولا بتاع تبتكر او تخترع، او مين بقى هيعمل لك الكلام ده؟ مين هيعمل لك لابتوب؟ مين هيعمل لك تليفون محمول؟ هتسرق مين وتقتل مين؟ لا يوجد، لما ياخذ الاسلام الامر لا يوجد اي من هاي الامور اذا حدث هذا فالبشريه الى فناء، ده شيء معروف، لان انتوا فاشله، انتوا عالم فاشله، واخد بالك. نيجي بقى لبلادنا العربيه، مش عايز اقول العربيه، بلادنا الشرق الأوسطية الساقطة تحت الاحتلال الساقطة تحت الاحتلال العربي الإسلامي ما لهاش حلول تانية. الحكومة مش هي اللي بتحكم لوحدها، الأزهر في مصر يحكم إلى جانب السيسي، والسيسي ما قدرش يبنبق مع الأزهر ولا يبق مع الأزهر نهائي، واضح جدا. السيسي كان لنا عندنا فيه أمل كبير جدا إن يكون في تغيير وإن يكون في نوع من الحريات وبتاع، بقى يمسكوا العالي، يعني الشباب صغير طلبة الجامعات يمسكوهم في الشارع في مظاهرات سلمية ويحبسهم، منزل لي الداخلية منزل لي شوية غفر يمسكوا الناس اللي بتاكل وتشرب في رمضان. طب افرض هو مش مسلم، طب افرض هو مش عايز يبقى مسلم، مش عايز يصوم، هي عافية؟ هي دي الحريات عندك يا سيسي؟ انت شايف يعني انت بتتكلم بالحكمة وتطلع علينا في التلفزيون ان انت الراجل الحكيم الراجل العاقل ده عقل وحكمة؟ انا مش عارف، انا كنت معاك، انا مش معاك دلوقتي. الحل بكرر تاني، العلمانيه، رئيس يجي يؤمن تماما بالعلمانيه ويطبقها، ساعتها هتقدر تحجم هذا الوحش اللي اسمه الاسلام وتكتفه، غير كده مفيش امل. طيب انا راح اسال جورج سؤال اخير، وممكن يعني اذا بده يودعنا ما في مشكله. العلمانيه مثل ما قال الاخ احمد يعني هي الحل، ولكن كيف بدك تطبقها؟ يعني هلا مثلا نقول القائد الطفرة ما عدا على العالم العربي، خلينا نقول اذا كان في عالم اسمه عربي غير بورقيبة، يعني بورقيبة كان بالفعل قائد طفرة، وهو ما سوى شيء كثير، يعني سوى شيء بسيط.
هل ممكن انه نشوف قائد طفرة ممكن يغير كل الصورة شايفينها برأيك جورج؟ طبعا لو جاء واحد يؤمن بالعلمانية هينفذ على فكرة كل المقاليد في هذه الدول، كل مقاليد الامور في يد رئيس الدولة، فهي ما هياش دول ديمقراطية مثلا زي الولايات المتحدة ولا اوروبا، ما فيش مجلس شعب بيحاكمه زي ما الناس فاكرة او زي ما المفروض يحصل، يعني ما فيش مرجعية للرئيس، له السلطة المطلقة. فلو جه فعلا واحد يؤمن بالعلمانية هينفذ كل ده رغم ان في الكل، انا لا اعتقد ان السيسي مثلا خاف من الازهر، لكن هو يؤمن بنفس المبادئ التي يؤمن بها الازهر، عشان كده ما غيرش اي حاجه هم قالوها. هو طلع على الاصلاح ديني وبتاع، لكن في اول ما حد اتكلم زي الاسلام البعيد حرسه، لانه يؤمن بنفس مبادئ الازهر، فهو مش خايف منهم ولا حاجه، بالعكس هو يؤمن بنفس المبادئ. طبعا لو جه واحد علماني يؤمن بالمبادئ العلمانيه الحقيقيه، قرا له كام كتاب من كتب فرج فودة وحب ينفذ الكلام ده، كلام في ايده، محدش هيقول له انت بتعمل ايه، بالعكس يعني كل المؤسسات دي هتطبل له برضه وعشان ينال ورضاه، لكن هيبقى على الاقل عمل حاجه في مصلحه الشعب كله، في مصلحه الدوله كلها، بدل ما يعمل حاجه في مصلحه الوجهه الدينيه للدوله، او يفضل يعني ينال رضا الازهر والازهر ينال رضاه، ويفضل هذه العلاقه المشبوهه ما بين الرئاسه والازهر. بالضبط بالضبط أخي جورج، أنا بشكرك كثير جورج، وشكرا لوجودك، واستمتعنا بكلامك طبعا بأفكارك الرائعة، شكرا لك جورج. شكرا جورج. شكرا جورج. شكرا جورج حبيبنا. طيب أصدقائي، يعني أنا بصراحة مثل ما يعني تفضل أخ جورج وتفضل أخ أحمد، يعني ابو زبيبه شو بده يطلع منه، ما هو ثقافته بنفس ثقافه الازهر، يعني تربيه اسلاميه بحته، فما اظن يعني راح ياثر اي شيء. طيب نحن وصلنا لنهايه الحلقه اصدقائي. احمد اذا في عندك اي كلمه بدك تقولها يا ريت تفضل، وخصوصا الجريده الشرقاويه هي الزقازيقيه. انا لا اعتبرها جريده، هي جريده الكترونيه عقيمه من الصحافه الصفراء، هم مش بناس بروفيشنال، ما هيش الاخبار ولا الاهرام ولا اليوم السابع مثلا عشان اعمل لها يعني اتوتر مثلا ولا حاجه، هم ناس فاشله، واخد بالك، واضح جدا ان المقال متواضع وضعيف، واللي كاتبه واحد اهبل، واخد بالك، فانا يعني ده يعني لا يعنيني في شيء. موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، ما عنديش كلام غير كده، خليكم ولعوا كده، كلوا في بعضيكم كده. طيب سأل اذا في عندك كلمه اخيره حبيبي تقولها. شور ثانك يو. بالرغم من قساوه كلامنا يمكن على المؤمنين وخاصه المسلمين، نحن نقول اجين، نحن لا يعني لا نريد شيئا من عندكم، ولا نتدخل في حياتكم، ولا وليس لنا اي مطامع صراحه في بلدانكم ولا مدنكم ولا حياتكم. إرهابكم الإسلامي عم الأرض كلها، وخطر يومي دائمي على الجميع. لما ننظر للأمور أنه تعاليم قرآنكم وتعاليم نبي الإسلام محمد هي السبب الرئيسي لهذا الأمور، احنا بس ندعوكم إلى مراجعة هذه الكتب مرة ثانية، ارفعوا القدسية عن هذه الكتب، عسى ولعل أن تروا الحقيقة. نتمنى لكم كل الخير، ويعني نحزن لما تمرون به، ونتمنى لكم أن تعيشوا الحياة اللي عايشيها نحن في الغرب الكافر، نتمنى لكم ذلك. شكرا جان. شكرا لك، وأنا بتمنى بالفعل، بنتمنى لكم تعيشوا نفس العيشة، يعني حتى تتذوقوا الكرامة أقل شيء، معنى الكرامة تتذوقوها، ومعنى الحرية تتذوقوها، للأسف الشديد اللي ما بتعرفوا طعمته نهائيا، لا الكرامة ولا الحرية. أنا بشكركم كثير أصدقائي، طبعا بحب أذكر أصدقائي بالاتجاه المشاكس، ويعني الأصدقاء المسلمين اللي داخلين اتقي الله واتقي بطيخة واتقي صلواته ويهديك وما يهديك، إن كنت رجل تدافع عن دين حقيقي تفضل ناظرنا، وإذا ما كنت واثق من دينك فأصمت، الصمت خير لك. شكرا لكم اصدقائي، شكرا، الى اللقاء في الحلقه القادمه. شكرا جان. شكرا جان. شكرا للجميع. شكرا حبايبي، شكرا، الى اللقاء.